بمناسبة الاحتفالات بعيد القديس يوسف، احتفلت كنيسة مار شرب المارونية في الأردن بهذا العيد المبارك، وبمناسبة عيد الأم وعيد البشارة، وذلك في قداس إلهي ترأسه قدس الأب جوزيف سويد راعي الكنيسة. شارك بتحضير الاحتفال لجنة العمل الاجتماعي بالتعاون مع المجلس الرعوي، وقد تخلل الحفلة تراتيل أحيتها جوقة الرعية وسط أجواء إيمانية سادت أوساط الكنيسة. حضر الاحتفال السفير اللبناني يوسف إيميل رجي وعدد من أبناء الرعية.